زي ما شفنا في التقرير رؤية جديدة لمشروع تخرج طلاب كلية إعلام جامعة الأزهر، احنا شفنا ازاي المشروع بيرصد حجم مشروعات البنية التحتية وازاي أثرت على التنمية في مصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون محمد سند، أحد الطلاب القائمين على مشروع تخرج مشوار. أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم وتحياتي لحضراتكم. أهلا وسهلا بيك يا محمد. أنتوا 15 واحد من قسم علاقات عامة، عملتوا مشروع مختلف تماما، احكي لنا حكاية مشوار. مظبوط، هو احنا طبعا زي ما ذكر في التقرير وحضرتك قلتي احنا تيم مكون 15 طالب. في البداية طبعا كلنا اقترحنا أفكار واستقرينا إن حملتنا تكون عن البنية التحتية في النهاية، وببساطة ده لأنها كانت أقوى فكرة طرحناها. واخترناها لأنها حاجة محسوسة في حياتنا كلنا بنتأثر بيها كطلبة مثلا واحنا رايحين الجامعة، بنشوف قدام عينينا إنشاءات جديدة في الطرق وتحديثات، وتناقشنا إن طبعا ما حدش يقدر ينكر إن في طفرة كبيرة حصلت في البنية التحتية مقارنة بالسابق. واتكلمنا إن مصر بنيتها التحتية مثلا سابقا كانت ضعيفة جدا، يعني تكاد تكون معدومة. والدليل على ده مثلا لما مصر قدمت ملف في تنظيم كأس العالم 2010 اللي جنوب افريقيا فازت بيه، مصر وقتها خدت 0 من 24 صوت، وكان ضعف البنيه التحتيه وقتها سبب رئيسي من اسباب ان مصر خدت 0. فعلشان كده حبينا نسلط الضوء على الموضوع ده. طيب محمد، بعد ما اخترتوا الفكره وتمت الموافقه عليها ابتديتوا تشتغلوا ازاي؟ عملتوا ايه؟ طبعا بقينا نجمع مع بعض ونناقش، هنجمع معلومات ازاي الاول عن المشروع. وكان ومن ضمن خططنا الفتره الجايه اننا نعمل لقاءات مثلا في مؤسسات زي الهيئه العامه للطرق والكباري، وهنعمل طبعا لقاءات مع مسؤولين في الهيئه عشان نجمع معلومات اكتر ونعرف الناس بحجم اللي حصل في البنيه التحتيه، او ونعرف الناس اولا ايه هي البنيه التحتيه. لو بصينا مثلا على اهميه البنيه التحتيه هنلاقي انها بتاثر في قطاعات كتير مش بس النقل الداخلي. فدي ليها دور كبير مثلا في تشجيع السياحه وجذب الاستثمارات الاجنبيه. هو لما يكون عندك بنيه تحتيه قويه ده هيشجع شركات كبيره انترناشونال انها تيجي تفتح فروع في مصر مثلا. فدورنا ان شاء الله الفتره الجايه اننا نعرض ده للناس ان شاء الله. مشوارك صد رد، ده الشعار بتاع المشروع التخرج بتاعكم. أول ما قريته كده تخيلت إن إحنا بنتكلم عن حاجة لها علاقة بالمرور، لكن لما فكرت حسيت إن أنتوا فعلا عايزين تبينوا قد إيه البنية التحتية اختلفت والموضوع فرق بقى في حاجة، يعني فرقت جدا الواحد ما بقاش ياخد وقت طويل. إزاي هتشتغلوا على إنكم تنشروا الشعار بتاعكم أكتر وتخلوه يبقى كومن كده ومعروف وسط الناس؟ هو احنا طبعا لما اخترنا الشعار دوت كان هدفنا فعلا اننا ننشر الشعار دوت يكون الناس كلها تعرفه ويعلق مع الناس. فطبعا لينا منصات على السوشيال ميديا زي الفيسبوك مثلا، فاي حاجه بننشرها طبعا المشروع بنستعمل فيها الشعار في فيديوهات او منصات مختلفه زي الفيس تويتر. فان شاء الله الشعار يعني يختار ان شاء الله يكون موجود ويعلق مع الناس. طيب قولي بقى ردود يعني افعال المشرفين على المشروع كان شكلها ايه، وايه الافكار كمان اللي تم طرحها، وهل انتوا شايفين ان في حاجه كمان ابعد من ان انتوا مجرد ان انتوا تقولوا ايه اللي حصل من معلومات او توصلوا المعلومات اللي حصلت او متعلقه بالبنيه التحتيه؟ واحنا معلش ممكن حضرتك تكرر السؤال ثاني؟ عايزه اعرف منك رد فعل المشرفين على هذا المشروع لما عرضتوا فكرتكم، وكمان فكره هل في افكار ان انتوا تتخطوا مجرد سرد المعلومات او ان انتوا تقولوا المعلومات للناس اللي بتتابع الحمله المتعلقه بما حدث في البنيه التحتيه؟ في البدايه طبعا لما عرضنا الفكره على المشرف الدكتور المشرف علينا شجعنا طبعا وقال لنا في البدايه ان ده مشروع كبير ولازم طبعا يلاقي اهتمام كبير مننا، وشجعنا ان احنا نقدر يعني ان شاء الله. وان شاء الله يعني لما دورنا مش اننا بس نوصل للناس ايه اللي اتعمل وكده، احنا نشوف البنيه التحتيه يعني مش نعرف بس ايه حجم اللي اتعمل
ان شاء الله يعني لحظه ثواني. طيب يعني طبعا احنا بنتمنى لك التوفيق انت وزملائك يا محمد، وطبعا يعني مشروع مهم طبعا اكيد. مشكورة جزيل الشكر محمد سند، احد الطلاب القائمين على مشروع تخرج مشوار.